ما في إشي بعيد عنا ولا حدا بغيب عن خاطرنا، لأن دايماً بنفكر فيك. بعيد أو قريب، أنت منا مش غريب. قرى وبوادي ومحافظات، إحنا جربنا المسافات. قبل 5 سنين أسسنا في الطفيلة مركز اتصال، دعم فني وتقني على مدار الساعة، وشباب الطفيلة هم الأساس. نشامة ونشميات نرفع الراس، أكثر من 13 موظف وموظفة، كلهم همة وحماس وجد، عملوا فرق بحياتهم وحياة أسرهم، وفرنا لهم فرص عمل في محافظتهم. ولسه ما انتهت الحكاية، لأن الطفيلة كانت البداية، ورح نوصل للبلقة وجرش وعجلون ومعان بأربع مراكز اتصال جديدة رح نفتتحها لنوفر 52 فرصة عمل. مشاريعنا للاستدامة هي أسلوب حياة للتمكين للتغيير والتطوير، ومعنا مهما كنت كبير أو صغير، أنت عنا إلك دور وتأثير كبير.